كثرة التساؤلات ميسان والتحاليل عن كيفية تفادي فيروس كورونا، لكن هل له علاقة بصحة الفم والأسنان؟ وهل ينتشر هذا الفيروس في عيادات الأسنان؟ رح نحكي أكثر عن هالموضوع مع الدكتور هاشم أحمد، اختصاصي طب أسنان. صباح الخير دكتور. صباح النور، يا هلا. صباح الخير دكتور، عم تسمعنا؟ عم اسمعكم. صباح النور، يا هلا. علي الصوت شوي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. دكتور، يمكن كثير ناس هلا عم تعاني من الام اسنان او غيرها، ولكن عندها حاله صارت من الرعب انه هي تروح على عيادات الاسنان، صارت تتساءل هل عيادات الاسنان امنه من الكورونا؟ هلا ما فينا نقول انه امنه من الكورونا، ما في اي مكان امن من الكورونا، يعني الشخص المصاب قادر يلوث اي مكان بيمارس فيه اي نشاط. اما عيادات الاسنان فهي احتماليه العدوى فيها اكبر، لانه هي اولا تصنف مكان مغلق بالنهايه، والاجراءات العلاجيه بتتضمن الداخل على فم المريض، وبينتج عنا ارزاز والطاير للعاب، ممكن الدم احيانا. فكلمه امنه من الكورونا فهي اكيد ما أنا امنه من الكورونا، واي مكان حيكون فيه الشخص المصاب او حامل الفيروس يمارس نشاطات فما راح يكون امن من الكورونا. نعم. المجمل نعم. يعني نعم دكتور، خلينا هيك نحكي شوي لكل حدا مضطر انه يروح على عياده دكتور الاسنان، كيف لازم يكون واعي ويتاكد من تعقيم الادوات؟ اكيد الاطباء هلا هن اوريدي بيعقموا لانه نقل الفيروس والبكتيريا قبل الكورونا كثير كبير بعيادات الاسنان، فهلا لازم يكون اكثر المريض وعي لحتى يطلع على الالات تكون معقمه بشكل كثير منيح ويتاكد ومو عيب يعني. تماما. هلا بالنسبه حق اي مريض انه يسال عن تعقيم اي شيء ويطلب انه اعاده التعقيم في حال عنده شك، هلا طبيب الاسنان مثل ما قلتي انت انه هو خبير بالتعقيم والوقايه قبل ما يجي الفيروس، لانه نحن في عندنا كثير فيروسات غير الكورونا، عندنا عوز المناعي، الايدز، والتهاب الكبد، وكلهم هدول منتشرين اكثر. هلا بالنسبه للوسائل اللي عم يستخدمها الطبيب قبل الفيروس وبعد الفيروس، او سوائل التعقيم المستخدمه واجهزه التعقيم المستخدمه، فهي كافيه انه تعقم الادوات. تمام. اي ادوات مستخدمه فهي كافيه انه تعقمها من الفيروسات والجراثيم والفطور وكل انواع الميكروبات. فبالنسبه للطبيب من ناحيه الادوات فهذا الموضوع حكما عقيم، لكن بالنسبه لفيروس كورونا هو الخوف من العدوى مو عن طريق ادوات الطبيب، يعني مو انه استخدام الادوات لمريض اخر، لكن الفيروس مثل ما عرفنا انه بينتقل عن طريق اللمس، عن طريق الرذاذ، عن طريق السعال والعطاس، كل هدول الاشياء. ف يعني نحن على الاجراءات حاليا لازم نحن اول ما يفوت المريض، تمام، نعقم، نساله، نعمل له استجواب، نساله اذا عنده اعراض، عنده حراره، عنده مشاكل تنفسيه. في حال كانت الاجابه بايه انه عنده هي الاعراض، لازم نحن ما نشتغل له ويرجع المريض على بيته يمارس الحجر الصحي. اليوم الطبيب كيف بيقدر انه هو يحمي حاله من اي شخص ممكن يكون حامل للفيروس؟ هلا نحن مثل ما قلت لك الطبيب هو اكثر شخص معرض للعدوى بشكل مباشر، الطبيب هو مسؤول امام الناس وامام الله انه هو يحمي حاله اولا ويحمي المرضى اللي ثانيين اللي جايين. فاول شيء نحن لازم اللباس الكامل الطبي الكامل، بيجامه طبيه، البيجامه الطبيه مع القناع مع الكمامه مع الكفوف ومع غطاء الراس وغطاء الحذاء كمان، كل هدول لازم يلبسهم، لازم يتغير اللي بيتغير معنا بين كل مريض والثاني، وكذلك المريض لازم يتعقم قبل ما يدخل ايديه، ممكن اذا فينا عندنا قدره يلبس كمان الحذاء، غطاء للحذاء، ويرجع نتلفه بعد ما يخلص المريض، وتعقيم كامل بين كل مريض واخر. نعم دكتور، يعني قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي، يمكن الناس بس يصير اي مشكله باسنانها بتحس بتضعف مناعتها بشكل كثير كبير، فهلا كيف الواحد لازم يحافظ على صحه اسنانه وصحه لسته ايضا مشان ما يتعرض لضعف مناعه بالجسم؟
هلا في شغله، نحن بشكل عام الصحه الفمويه لازم نحافظ عليها مشان نحصل على غذاء سليم وبالتالي مناعه سليمه، بالاضافه انه الحفره الفمويه هي يعني فينا نقول مكان جيد لتكاثر الجراثيم والميكروبات، فلازم نحن بشكل مستمر نفرش اسناننا صباحا مساء بعد كل وجبه طعام بعد كل وجبه سكريات مع المضمضه مي وملح او مضامه فمويه من الصيدليات، لكن مي وملح كافية بالإضافة للغذاء المتوازن اللي بيحتوي على الفيتامينات اللي بيحتوي فيتامين سي، حفاظ كمان على صحة اللثة، هاي بالمجمل بتسبب عندنا مناعة قوية وبتوقينا من أنه نروح على دكتور الأسنان. بس في نقطة مهمة، أنه نحن بالنسبة للمرضى يعني حاليا ممنوع أي يستثنى أي مريض غير الحالات الإسعافية أنه يجي على عيادة الأسنان نهائيا، فانه اي مريض موجوع هذا يستقبل، اما اي مريض غير موجوع ما مستقبله ولا في عيادات تشتغل له حاليا. تماما، هذا كثير مهم. يعني نحن بهذا الوقت لازم انه ندير بالنا على حالنا ليا ونكون كثير حذرين، ودكتور يعني لازم صدقا بهي الفتره ندير بالنا حتى من انه ما ينأذوا اسناننا مشان ما نضطر نروح لعند الدكتور. نحن ما بدنا نخوف الناس كثير، تمام؟ هي عيادة مثل أي مشفى مثل أي كذا، فهي بؤرة للفيروسات والجراثيم، لكن الإجراءات الحالية ممكن تعطي عقامة شديدة جدا. نحن ما عم نستقبل والله مرضى كل مريض ورا الثاني، لازم نحن عم نستقبلها حاليا المواعيد فقط. غرفة الانتظار ما بيكون فيها أي شخص أو ممكن يكون فيها شخص واحد، أي شيء بلمسه المريض بإيده، الكرسي الانتظار، مسكة الباب، كله بيتعقم، كل الكرسي بتتغلف بنايلون، وكل هاي المغلفات نرجع نتلفها بعد كل مريض، نخلي مسافة منيحة بين المريض والثاني، نحصر يعني نحاول انه يكون في تهوية جيدة للعيادة مشان اذا في فيروسات عالقة بالهواء. يعني نحن ما بدنا نخوف المريض، لانه نحن في عندنا بعض الحالات الوجع، ما في بشكل عام وجع الاسنان وجع شديد، اغلب الاحيان ما المسكنات ما بتفيده، هي بالنسبه للوجع، فالمريض ما هو قادر يتحمل الوجع. القصه الثانيه انه نحن عندنا بعض المشاكل ممكن تسبب ممكن تؤدي للوفاه لا سمح الله، يعني عندنا بعض الخراجات اذا انتقلت للبلعوم او المسافه خلف البلعوم ممكن تسبب اختناق، اذا انتقلت للعين تعمل مشاكل، فنحن ما فينا والله انه نخوف المريض ونقول له لا تجي، في شيء ابدا من شيء بالنهايه. فانه اي مريض موجوع، لا نحن المريض الموجوع بنوجهه انه يتوجه لعياده الاسنان، نتاكد انه هي الاجراءات اللي حكيت عنها، الاستجواب، تعقيم الايدين قبل الدخول وبعد الخروج، يغير بس يرجع البيت يغير ثيابه كلها وما يلق وشه لحتى يرجع ويغسل ايديه منيح، فهدول يعني باذن الله هدول الاجراءات كافيه ان شاء الله انه تحدم العدوى. نعم دكتور، بدنا نشكرك كثير على النصائح يلي قدمت لنا اياها، والله يحمي الجميع. الدكتور هاشم احمد، شكرا كثير لك ولكل النصائح يلي قدمت لنا اياها.